توقعك الحظ. براذر بلاد تايتن، أيمكنني الانتهاء من الأمر؟ طبعاً، أيها المسكين. ماذا تنتظر؟ قولا، إن معدته تؤلمه. أنا المخطئ. تايتنز، انطلقوا. كان روبن يقول لنا ما الذي نفعله. حسناً، سيسرني كثيراً أن أقول لكم ما تفعلون. استيقظوا. اتخاذ القرارات صعب. لهذا نسمح لك باتخاذ القرار. لا بأس بذلك، سنتخذ قرارنا بنفسنا. إذن أتريدون أن تتناولوا قليلاً من في البيتزا؟ لا أرغب في البيتزا. قلت تتوّن أنه لا يهمك. التاكو؟ لا، أي شيء باستثناء قرارات اللذيذة. آسف، لن أتخذ أي قرار عنكم. قطع بأشكال مختلفة. طعام مجاني. كان كيسي مليئاً بالنفايات. يا قطعة الحلوى، هل آكلك؟ اتبع شغفك. يكمن شغفي في تناول الطعام. اضحكي طويلاً وعالياً ودائماً. اسمعي. بيستي، ما رأيك عك الحظ في هذا الخصوص؟ سوف تتلقى بعض النصائح السيئة من صديق موثوق به. أنت حكيم. حلوى مجانية. لا تعرف ما العمل. كل كعكة إن شعرت بالملل. كل كعكة. لما تبنون قفصا معدنيا عملاقا يا رفاق؟ أما كعكتي فقالت لي أن أسحقك بآلة السحق. آلة السحق. كعك الحظ ليس دقيقا هكذا. أحسنت روبن، ضيعت وقتا طويلا بهذه الخطط المسيطرة على العقل، لكن الحقيقة هي أن الناس يائسون ليقال لهم ما يفعلون. أي طريقة إذن أفضل من كعك الحظ؟ أوه، انظر، إنهم على وشك قراءة المزيد من كعك الحظ. دعمي روبن. أقرأ هنا، اغسل يديك والكم براذر بلاد في وجهه. سأفعل ما تريد. مهلا، لهذه الكرة السحرية رسالة لكما. ألكمي براذر بلاد في وجهه. هذا منطقي. آسف أصدقائي ظننت أنه بإمكانكم اتخاذ قراراتكم بنفسكم. لقد كنت مخطئا في الوثوق بكم. نرتكب جميعا الأخطاء.